في ظل المعاناة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها المعاناة الأكبر لليتيم الفلسطيني، إلى أننا نعمل في جمعية معهد الأمن للأيتام إلى التخفيف عن الأيتام من خلال هذا اليوم، يوم اليتيم العربي الذي نحتفل به كل عام من أجل تسليط الضوء على قضية اليتيم، من أجل تسليط الضوء على مهارات وإمكانيات الأيتام وقدراتهم. قطاع غزة يعاني كثيرا، وعدد الأيتام عدد كبير جدا، وعدد المؤسسات قليل، والإمكانيات والتبرعات والمشاريع لا تلبي كافة الاحتياجات، لكن نحن نجتهد بالتواصل مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية للعمل على توفير ما نستطيع من إمكانيات، وبالتالي نحن نطلب من الجميع أن يساعدونا، يقفوا مع معهد الأمل والمؤسسات العاملة في قطاع غزة لتوفير احتياجات اليتيم، فهذا حق علينا وحق لهذا الطفل. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، سنظل في الزيتون خضرته وحول الأرض. مهما اختلفت أدياننا سيبقى لنا رب واحد ووطن واحد، والهنا والرجاء في هواك.